الجزاء ورقة حمراء للوسط منتظر بالمرة في نصف النهائي شريون. الشعب الأوروغوياني يعود من جديد والشعب الغاني يعاني. جيان أسموا زيع كرة العمر الأشول سيباستيان أبرو. ما أقوى الأعصاب. تأهل منتخب الأوروغواي مشاهدينا الكرام بعد 40 سنة إلى نصف نهائي المونديال. الضربة يا أتلتيكو، الغدر يا أتلتيكو، الغدارة يا أتلتيكو، الغدارة يا مراتا، يا مراتا! صافرة خطأ وطرد، نعم طرد لفاليفيردي اللي رفض الهدف، كان يريد أن يغدر بريال مدريد، موريا مراتا أراد أن يغدر بريال مدريد، لكن فاليفيردي رفض الهدف وخرج بالحمراء. أمامك يا أوبلاك لإنقاذ أتلتيكو يا أوبلاك راموس ميرينكي جميل ميرينكي جميل الكابيتانو القائد بطل السوبر الإسبانية في جدة مرتدة في منتهى الخطورة لكراسكو.